نمستي، انا غادة المراكبي. دي حلقات الهيلينج يوجا. في حلقة النهاردة هنستخدم اداة هتساعدنا، اداة موجودة عندنا كلنا في البيت، هتساعدنا ان احنا نفرد اكتر العضلات بتاعت القفص الصدري وتفرد اكتر الكتاف. فهنجرب مع بعض ونشوف كده. عصاية كرتون اللي هي بتبقى موجودة في قلب اللفاف بتاعة اكياس الزبالة اللي احنا بنشتريها، لما بيخلص الرولة بيفضل عندي دي. الرول دي معمولة من الكرتون، هنستخدمها في ايه؟ همسك الرول دي، هتساعدني في ان انا احطها ورا ظهري واحط عليها كوعي. فلو احنا نقدر ان احنا كل يوم واحنا بنتفرج على التلفزيون، او لو احنا بنقعد ساعات طويلة قوي محتاجين ان احنا نبقى فيها قاعدين، هضطر احط دي. ليه؟ ايه فايدتها؟ ان هي هتعمل حاجه اسمها الماسل ميموري، اللي هي الذاكره للعضله، هي دي هتخلينا دايما فاتحين عضلات الكتف وعضلات الصدر، فتخليني دايما مضطريه ان انا افرد ظهري لحد مع الوقت ان العضله هتحفظ الحركه دي، وهتبتدي الكتف اول ما انا هشيلها من نفسه هيبتدي يتعود ان هو يبقى مفرود. هي كمان مهمه جدا لاولادنا، ان اولادنا دلوقتي بقوا كتير قوي قاعدين، يعني قاعدين على اللابتوب، يا قاعدين ماسكين الموبايل، يا بيشتغلوا على الايباد. دلوقتي مدارس كتير جدا بدات بالايباد، فمحتاجين ان احنا نعودهم تاني ان هم يبتدوا يفتحوا الصدر، لان احنا على كبر ابتدينا نستخدم الحاجات دي، فالضرر بتاعنا على اقل منهم، لكن هم بيبقوا صغيرين جدا. لما اعودهم، لما اظن نقدر، يعني هنلاقي عندنا نقدر ان احنا نجيب منهم كتير، بما اننا بنستخدم رول اكياس الزباله كتير، فهيبقى عندنا عدد. لو احنا قعدنا كل يوم ولو 10 دقائق حتى كلنا على الكنبه واحنا بنتفرج على التلفزيون ولا اي حاجه، ان انا حطيتها ورا ظهري بتبتدي تفرد الكتف. هستخدمها استخدام تاني برضو، هنوريه مع بعض بطريقه مختلفه عشان نقوي برضو. ممكن ناخد واحده في المكتب، ففي المكتب هوريكم تمارين بيها حلوه جدا ممكن نعملها. هناخد تمرينين كمان. هنا هجيب، حطيت الكرسي قدامي وجبت مات ولا اي حاجه تبقى محطوطه على الارض علشان الركبه ما توجعش على الارض، وهمسك برضو العصايه، هي العصايه الكرتون، وهبعد ركبتي بعيد شويه، وهحاول احط كوعي الاثنين على الكرسي، وهمسك مره وايديا باصه لفوق، همسك العصايه وهبتدي اخد ركبتي لورا عشان انزل راسي بين كوعي الاثنين. الكوع مقفول قد ايه؟ قد، هيبقى على نفس الخط بتاع الكتف، على قد الخط بتاع المفصل بتاع الكتف. وهمسك العصايه من هنا للكرتون اللي احنا اتفقنا عليها، وهنزل راسي واجيب ايدي دي احطها ورا رقبتي، وكل ما هنزل براسي لتحت شويه كل ما هحس بالستريتش في العضله بتاعه الايد من تحت الترايسبس، وهحس بيها كمان في الكتف من تحت. واخد انفاس عميقه جدا، ومع كل نفس طالع ابتدي اخد انزل اكتر بالهيب لورا، وابتدي اعمل ستريتش اكتر للعضله بتاعه الايد والكتف. بحس بالستريتش حلو جدا، وبحس ان هو بيفتح كمان، بحس ان الصدر ابتدي يفتح تاني بعد ما العضله اللي هي ابتدت تقفل وتقصر مع كتر القعده والقفله بتاعه الراوند شولدر، الكتف الملفوف لقدام من كتر القعده الغلط. طيب هنعمل هو التمرين تاني، بس الفرق ان انا بدل ما ماسكه ايدي كده هقلب ايدي الناحيه الثانيه، وهحط برده تاني كوعي، وبرده هرجع تاني بالركبه وابتدي اعمل ستريتش لعضله تاني مختلفه، هبتدي احس بيها في الكتف من فوق. مجرد ما بغير حركه الايد بغير العضله اللي بشتغل عليها. ابتدي برده اخد لورا، اخد الهيب لورا، وابتدي احس بالستريتش في الكتف، وراسي تنزل، ودني تنزل بين ايديا، وتاني انفاس عميقه. ابتدي اطلع تاني بالراحه، دايما لما اطلع من الحركه اطلع بالراحه جدا لحد ما العضله ترجع تاني، بعد ما هي كانت مشدوده قوي ابتدي تاني نريح. دول ثلاث تمارين حلوين قوي، وما ننساش دايما ان احنا ما فيش اكتر من دي نقدر نبقى سايبينها عندنا في البيت ونحوشها ونستخدمها صح. شكرا ونمستي.